مين مننا واحنا صغيرين ما اتفرجش على كرتون زي مازنجر وجرين دايزر وكابتن ماجد والقناص ومحقق كونان ودراجون بول، واللي كان ليهم اثر كبير قوي في تكوين طفولتنا والتاثير كمان على شخصياتنا. وكنا ساعات قبل ما يكون في قنوات متخصصه لعرضهم نستناهم بالساعه والدقيقه عشان بس نتفرج عليهم. ومع الوقت قدرنا ان احنا نفهم ان النوع ده من الكرتون اسمه الانمي، وانه مش بس مخصص للاطفال. بعض المنتجين في اليابان اتفرجوا بالصدفه على الفيلم المشهور سنو وايت اللي من انتاج شركه والت ديزني، واللي بسببها والت خد اوسكار شرفيه لانه اول فيلم رسوم متحركه طويل. وانبهر المنتجين بالفيلم وادركوا ان في صناعه مهمه قوي لو نجحوا فيها هيغزوا العالم كله. وهنا بقى ظهر اهم شخص في حلقتنا، اوسامو تيزوكا، واللي بيطلق عليه الاب الروحي للانمي. اوسامو اتولد سنه 1928 وعاصر كل مشكلات بلده. كان متاثر جدا بفن المسرح وكمان كان عايز يلاقي نفسه فيه، ولكن واثناء وقت الحرب خساره اليابان في الحرب العالميه الثانيه خلت دول الحلفاء ان هم يتحكموا فيها، لدرجه ان في فنون كتيرة قوي في اليابان اتمحت وما بقاش حد يسمع عنها حاجه، لدرجه ان خلاص الناس توقعت ان اليابان انتهت للابد. اوسامو ساعتها لاحظ ان الناس محتاجه سعاده اكتر من كونهم محتاجين علاج، محتاجين يضحكوا وينبسطوا عشان يكون عندهم امل في بناء بلدهم اللي اتدمرت اثناء الحرب. وهنا شاف اوسامو ان الحل في المانجا او الانمي، فمسك قلمه وبدا كتابه وقدم خلال حياته العديد من افلام ومسلسلات الانمي، ومن اهمها استرو بوي، واللي حقق نجاح كبير قوي في اليابان لدرجه ان في شركه شوكولاته حطت صوره استرو بوي على منتجها فزادت ارباحها جدا. وبعدها اسس شركه اسمها موشي للانتاج الفني اللي لسه موجوده لحد دلوقتي، ومن شده نجاح الراجل ده سمعته وصلت لديزني. يكفي بس ان اقول لك ان ديزني اقتبست اهم انتاجاتها السينمائيه من اوسامو، وهي ذا لاين كينج سيمبا، واللي كتير ما يعرفوش ان هو متاخد عن انمي اسمه كيمبا الا وهو الاسد الابيض. وفي تشابه كبير قوي في القصه والاحداث، حتى في شرير الفيلم نفسه اوسامو حط قواعد مهمه جدا لكتابه المانجا وكتابه افلام الانمي، واللي بسببه وصل الانمي لشهرته دي وانتشر حوالين العالم. وبعدها بدا الانتاج بتاع الانمي يزيد بشكل كبير بسبب الراجل ده، لدرجه ان اليابان منحته واحد من اهم الاوسمه عندهم وهو وسام الكنز المقدس. بس الحكايه تنتهي بنهايه تراجيديه حزينه، ويموت اسامه بعد صراع مع مرض السرطان سنه 1989. واللي بقى ما يعرفش المانجا فدي بقى القصص المصوره اللي مطبوعه على الورق زي الكوميكس كده، اما بقى الانمي فهي الرسوم المتحركه بذات نفسها اللي بتتعرض على السينما او التلفزيون. الفرق ما بين كلمه المانجا والانمي في اليابان والكوميكس والانيميشن في الغرب حاجتين بساط، اول حاجه اختلاف المصطلحات وده طبيعي جدا بسبب اختلاف اللغه، تاني بقى حاجه وهي الاهم اختلاف الثقافات ما بين الثقافة الغربية والثقافة الشرقية اللي بتأثر على طريقة الرسم والتحريك وحتى القصص الدرامية وأسماء الشخصيات وأحداثها، وده بقى طبعا بيبان وبشكل واضح جدا لو قارنت أفلام ديزني بأي أنمي ياباني. لو عجبتك الحلقة ما تنساش تكتب لنا كومنت وتعمل لنا لايك وتشترك على قنواتنا فيسبوك وإنستجرام وتيك توك واليوتيوب. برنامج أنت ما تعرفش مسرح نهاية صليحة. اختلاف الصفقات الصفقات كيس احلى مسا على اللغه العربيه. واختلاف الصفق ماشي، واختلاف الثقافات ما بين الثقافات ماشي اقدر اشرح، واختلاف الثقافات just one second let me back هنا حلو ده صح، وكان ايه نعيدها معلش نعيد احنا كلها عشان احنا ركزنا ان هي بعديها فيها حاجه مصر الا انه تقابل لا انا ماشي اللي بسببها والت خد اجازه كذا مرضيه اصلا اوكي يلا نعمل ايه بقى تاني؟